له خاله مبدئيا. هي عباره عن تجاره ملابس الاسم مستعمله ودخل فيها بعض الجديد واتحسن من مستوى الشغل لدرجات كانت الاول فعلا هي شغل مستعمل، بدا المستوى بتاع الشغل يتدرج ويعلى، بدات الموضوع في تجاره كبيره بتصنفها دلوقتي لثلاث اصناف بالظبط. المستوى اللي هو المستعمل اللي الناس بتقول عليه مستعمل، مستوى اعلى شويه فيه، اعلى خالص اللي هو شبه ستوك. دي كل حاجه ليها سعرها، ان الشغل ده ثلاث درجات فكل حاجه ليها سعرها. دلوقتي بقت الوكاله مش موضوع رخيص ومستعمل، لا بقت اقبال عليها ان فيها براندات وماركات الناس بتجيبها بارقام كبيره بره، فهنا بيلاقيها بسعر مهما كان السعر عالي فما بيعادلش 20% من سعرها الحقيقي. احنا بنفتح شغلنا عادي، بنبدا نقيم الشغل في الفرز، بنسلم شغلنا للمخواجي اللي بيكون لنا الشغل مبدئيا، بنرجع نستلم، هو بيشيك على الشغل، لو حاجه فيها ديفو بيستبعدها بيركنها بيعرفني بيها كده، وابدا استلم الشغل وابدا اعرضه واتعامل مع الزبون عادي. يلا عكازيون يا ريس. بنفتح طول الاسبوع وبنقفل الحد عشان بيبقى سوق. يوم الحد بيبقى بضاعه اوكازيون، بضاعه اوكازيون معمول عليها سيل، في قطعه ب 10، في قطعه ب 15، في قطعه ب 5، فكل الناس بقت مش معاها فلوس اللي هي تشتري الحاجات دي، ما بقتش معاها فلوس تشتري جديد، فبقت تشتري الحاجات البلد. يلا بنحط عندنا والمساله بينا، يلا مع الشباب ونقي، يلا مع الشباب ونقي. ده 120 ريال ان شاء الله. ليه يا عم ما تخفض شويه؟ ده شايف الاسعار. خلي عنك خالص والله، خدها وخلي عنك خالص. 50 ماشي؟ لا 50 لا، ادفع 80 جنيه. لا 80 كتير خالص، خليها مثلا 60 كده، 60 جنيه. ما فيش مشاكل، مبروك عليك. انا فاتح هنا لاكثر من 25 سنه. الزبون عايز حاجه ب 10 الاقيها، ب 5 الاقيها، ب 50 الاقيها، ب 100 الاقيها، كل المستويات بتنزل هنا. الشغل درجات. في بالة بقرش، بالة باتنين، بالة بتلاتة. فلما بجيب البالة ام قرش ما ينفعش احطها في المحل، لانها دي بتبقى ايه، شغل حاجة شغل استاندة قدام المحل، عايز بتبقى سعرها حنين تجذب الزبون وزبونها على قد. لما تكون بالة انضف بتبقى شغل المحل، لما الزبون بيخش لي عايز الحتة النضيفة الانضف. باجي هنا عشان خاطر يعني فرق الاسعار كبير ما بين بره وما بين هنا، وبلاقي حاجات هنا كويسه ما بلاقيهاش بره، او بلاقيها بره بس بلاقيها بسعر اعلى من هنا، فبلاقي كل حاجه موجوده متوفره، وبلاقي حاجات ماركات وحاجات حلوه جدا. يعني الحاجه دلوقتي بقت غاليه جدا، يعني اقل حاجه بره ب 500 وب 600، هنا في حاجات بتبدا من يعني اغلى حاجه هنا شفتها دلوقتي 100 120.